معنا ضيفتنا الدكتورة شيرين المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة في مركز أبو ظبي للصحة العامة. دكتورة حياك الله، الله يعطيك الصحة والعافية. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. مشكورة على وجودك معنا وأسفين على الانتظار. نتحدث عن التدابير الوقائية المتبعة التي أوصت بها السلطات الصحية في إمارة أبو ظبي مؤخرا. أمس تابعنا الإحاطة الإعلامية وفيها بعض من هذه التدابير، فما هي التدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بتجنب الإصابة بعدوى كوفيد 19 أثناء يعني أيام العيد، بدءا من الصلاة صلاة العيد واستمرارا لآخر يوم في إجازة العيد؟ يعطيكم العافية. طبعا هذا السؤال مهم ويهمنا أن المجتمع يلتزم بالإجراءات الاحترازية اللي تم الإعلان عنها مثل ما ذكرت في الإحاطة. نعم. كذلك التركيز عليها، لأن ما شاء الله المجتمع مثل ما ذكرنا سابقا هم وايد متعاونين وملتزمين ولله الحمد، إلا فيما ندر. فإذا أخذنا الترتيب من ناحية التجهيز لصلاة العيد، ننصح المصلين طبعا انهم يلتزمون بالوضوء في المنازل قد ما يقدرون، يتجنبون انهم يتوضون في المساجد. طبعا يعقمون يديهم بشكل منتظم قبل لا يدخلون المصلى او بعد ما يطلعون منه. يلتزمون بارتداء الكمام من يظهرون من بيتهم الين ما يخلصون صلاه العيد ويرجعون. لازلنا ندعو ونوصي جميع المصلين باستخدام سجادة الصلاة الخاصة فيهم وما يتركونها في المصلى وهم طالعين. يحافظون على مسافة تباعد جسدي متر بينهم وبين كل مصلي آخر. وكذلك مثل ما احنا عارفين بعد ما يطلعون من الصلاة الكل يبا يعايد ويسلم، نوصيهم بتجنب التجمعات وأن يسلمون من بعيد بدون مصافحة، والاكتفاء بالتحية والتهنئة بهذه الطريقة. كذلك المرحلة اللي قبل اللي يروحون الصلاة، نوصي بعض الفئات منهم يتجنبون يروحون، مثل منو؟ طبعا هذا حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كذلك المجتمع اللي خاصونه. اللي عندهم أعراض نفسية، اللي يقيمون مع أشخاص مصابين بعدوى كوفيد 19 ويطلقون العلاج حاليا، كبار المواطنين والمقيمين اللي هم فوق سن 60، الأطفال اللي هم أقل عن 12 سنة، أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التنفسية. فهذيلا نوصيهم للأمانة أنهم يتجنبون، لأن هذا يحافظ على صحتهم وصحة مجتمعهم. صحيح صحيح. كذلك نقطة أخيرة أحب أضيفها، أنه طبعا بعد التحية والسلام الناس راح تتجمع وتتزاور وتعايد خلال فترة إجازة العيد. نوصيهم كذلك أنه يتجنبون تجمعات المصافحة في الزيارات قد ما يقدرون، يقتصرون الزيارات على أفراد العيلة الوحدة وأقربائهم المقربين طبعا. إذا كان عندهم كبير سن موجود وصاحب أمراض مزمنة، يفضل أنهم يلتزمون بارتداء الكمام في أثناء الزيارة ويحافظون على متر بينهم وبين هذا الشخص اللي هو كبير السن أو اللي يعاني من أمراض مزمنة، حماية له من الإصابة بالعدوى. كذلك بعد نوصي كبار السن ومثل ما ذكرنا أصحاب الحالات الصحية المزمنة أنهم يتجنبون يطلعون في فترة الأعياد إلا للضرورة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم. وتوزيع العيدية مثل ما ذكرنا في السنوات السابقة بالبدائل الإلكترونية قد ما نقدر، نتجنب تبادل الأوراق النقدية. ممتاز. هذه الجسم الإجراءات سواء كانت طبعا استباقية أو احترازية في مجملها وقائية، المفروض أننا نتقيد بها جميعا، ولكن مستوى التقيد بها، يعني ما نشاهده حاليا على سبيل المثال في المساجد، نجد بعض الناس ما يلبسون الكمام، وبعض الناس ما يبون سجادتهم معاهم، وبعض الناس يتصافحون، وبعض الناس يتباوسون. فهمت علي؟ يعني نحس بأن الواقع شوية في عدم التزام بهذه الإجراءات. صحيح. هو للأسف ظاهرة موجودة ما نقدر ننكرها، أن في بعض الأشخاص حسوا بالأمان كون أن الأعداد الحالات نزلت، أنهم مطعمين، أو حتى اللي كانت عندهم إصابة سابقة يعتبرون أنهم خلاص عندهم المناعة الكافية. بس مثل ما احنا عارفين، الإصابة بعدوى كوفيد لا تعني عدم الإصابة مرة أخرى بالعدوى، كون أن المتحورات قاعدة تتغير
وممكن ان الشخص يصاب مره ومرتين لا سمح الله اذا ما اخذ في الاحتياطات سواء مطعم او سواء عنده اصابه سابقه. نوصيهم جميعا بعدم ترك الحذر والحيطه والالتزام بالاجراءات الاحترازيه. كون ان احنا وصلنا لمرحله الحمد لله من الاستقرار في عدد الحالات والالتزام، ما نبى نترك الامور بدون التزام فيها في الفتره الاخيره. بالضبط. فلله الحمد يعني ما وصلنا لهي المرحله الا بدعم المجتمع والقياده والحكومه، ان احنا وصلنا اليوم لمرحله من الاستقرار ولله الحمد. صرنا نصلي في المساجد، في مصليات، في تخفيف الاجراءات الاحترازيه. ما اعتقد ان المجتمع يبى يخاطر ويرجع للمراحل الاولى، والحمد لله يعني ان شاء الله ما راح نرجع لها، بس يتحملون الفتره القادمه لما ننتهي تماما من هذه الجائحه. طيب، البدائل الالكترونيه لتوزيع العيديه هذا واحد ايضا من الاشياء الضروريه. الناس الان تتسابق لاخذ العمله الجديده العشر والخمس دراهم. صحيح. علشان صحيح. يوزعونها، وانتم تقولوا لهم وتقولوا لنا استخدموا البدائل الالكترونيه، فبالتالي هذا مع هذا كيف ينضبط؟ هو للامانه احنا مثل ما ذكرنا يعني ان نختصر الاحتفال والسلام مع افراد العيله الوحده والاقرباء. ايوه. فممكن هو بالإضافة إلى أن نسبة انتقال الفيروس أو انتقال العدوى عن طريق تداول الأوراق النقدية منخفضة، فنفضل أن مثلا أفراد العيلة الوحدة هم اللي يتداولون مش خارجين، يعني مثل ما أنت عارف في جيران، في عيال الجيران، في عيال ربعهم غيرهم، نتجنب هالشيء قد ما نقدر. وأنا عارفة يعني إن في تغييرات في العملة النقدية وإن الناس تبغى ترجع للحياة الطبيعية مثل ما كانت قبل، تعايد باليد وتعايد بالمبالغ النقدية الورقية الجديدة. لكن قد ما نقدر نحد تداولها في الفترة القادمة حماية لهم. بالضبط. اللي عنده الحرص أكثر من غيره أكيد راح يكون حريص في تعاملاته سواء كان في العيدية أو حتى في زياراته وغيرها من الإجراءات. الآن نتحدث عن أن السلام مقتصر على أفراد العائلة الواحدة والأقرباء. الأقرباء البعض منهم يعني يشمل بي 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 بالقرب كل من يعرفه من معارفه، الصديق والزميل، فيروح يزورهم كلهم ويقول لك كلهم في النهاية أقربائي هؤلاء. ما المقصود بالأقرباء؟ الأقرباء من الدرجة الأولى فقط، الأقرباء من الدرجة الثانية، الثالثة، الجيران، الأصدقاء، من هم؟ الأقرباء اللي وصلت القرابة بالدم، يعني هذه اللي احنا زين. أنا عمي وعمي ويدي وخالي وولد خالي وولد عمي كلهم تراسل من الدم في النهاية. صحيح. لكن مثل ما تفضلت قبل أن ممكن الناس تفسرها على الأصدقاء والجيران وغيرهم، لا، إحنا قاعدين نتكلم عن أفراد العيلة الوحدة والأقرباء. إحنا عارفين أن العوائل ولله الحمد في دولة الإمارات في الدول العربية ممتدة، وأن ممكن ما تشمل بيت واحد، ممكن تشمل 10 أو 15 بيت. صحيح. لكن على الأقل المحيط معروف، يعني لو لا سمح الله في حالة مثلا متابعة الحالات وتقصي الحالات راح يكون في إطار معروف. مو مثل مثلا أشخاص راحوا ميلة ربع، يعني بيكون كذا بيت وكذا كذا يلفون على البيوت الزيارات الاعتيادية في العيادة. راح تأثر بينما لما تكون في إطار معرف وواضح تقدر أنك تتابعهم وتحافظ على صحتهم وسلامتهم في نفس الوقت. معناته أنها يعني الزيارات تقتصر على الأقرباء، خلينا نقول القريبين جدا، يعني أمك، أبوك، خالك، خالتك بالكثير، يعني عمك، عمتك بالكثير، أخوانك، خواتك. صحيح؟ صحيح. ونفضل أن يتواصلون مع الآخرين مثل ما وصينا قبل بالبدائل الإلكترونية، يعني ممكن يتصلون فيهم، ممكن المكالمات المصورة. في عدة بدائل ولله الحمد إحنا في عصر تطور التكنولوجيا أنه ممكن يتواصلون معها، وهذا يعتبر يعني صلة مش قطع صلة، يعني بالعكس انهم متواصلين معاهم لكن ما كانوا معاهم يعني الويه بالويه. ايه، جسديا شخصيا. ولا في ناس مش مقصرين، يعني صار لهم كذا
فترة طويلة أو فترة قصيرة صار لهم يعني يتلاقون ويقعدون سحور وفطور ورايحين ويايين للأسف بدون كمامات وبدون تباعد وتصوير، وينشرون هذه اللي تسمى البوستات والفيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. في هذه اللقاءات. طيب في ضبطية الآن صحيح؟ المفروض أن يعني جهات الاختصاص لها دور في عملية ضبط هذه المسائل، صح؟ ما يعنيكم هذا الأمر، ولكن إذا عندك معلومة هل في متابعة من جهات الاختصاص لمثل هذه التجمعات، وهل تعتبر مخالفة للإجراءات؟ للأسف حاليا أنا ما عندي المعلومات المحدثة، لكن أكيد أي قرارات حكومية أو قرارات تتأثر فيها هذه المخالفات أكيد تؤخذ بعين الاعتبار، والجهات المعنية ملتزمة بمتابعتها. احنا ما عندنا شك ان كل جهة قاعدة تقوم بدورها خلال فترة الجائحة واكثر من دورها مع الضغوطات الكثيرة وارتفاع الحالات وانخفاضها حاليا، ان كل الجهات قاعدة تقوم بدورها بصورة ملمة. فما عندي شك ان في بعض المخالفات اللي قاعدة تصير للأسف، لكن لازم نوصيهم بالالتزام، نعطيهم النصائح، نوعيهم ونثقفهم سواء بالبوستات اللي تنزل في السوشيال ميديا، سواء بالمحاضرات أو بالتواصل المختلف عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. في كل قانون راح تلاقي مخالفين، صح. لكن أهم شيء أن نحن دائما نأكد على الالتزام ونأكد على أن هذا للصالح العام مش لشخص لكن لعدة أشخاص. صحيح. التهاون من فرد قد يؤدي إلى تداعيات في صحة أفراد. فيهمنا أن الناس بس توصلهم هالرسالة، أنت إحنا ما نتكلم عن صحة فرد بعينه، كل حد مسؤول عن نفسه، ولأن مسؤول لازم يحافظ على صحته وصحة اللي حوالينا. بالضبط بالضبط، مسؤولين عن أهلنا وعن عيالنا وعن ربعنا وعن أصدقائنا وجيراننا، في النهاية كل واحد يعني مسؤول عن الآخر، إذن كلنا إحنا مسؤولين في المجتمع عن بعضنا البعض. نحبهم أهلنا، نحبهم ولا ما نحبهم نحبهم، إذن جنبهم جنبهم المفروض الأمراض. المفروض السلام، هذا دليل. أيوة. السلام دليل باليد، السلام باليد. أيوة. والمخاشمة والمباوس، هذا يعني المفروض أنه مش في مرحلته الآن إحنا. إيه، ولكن مثل ما ذاك ما ذكرت أستاذتنا الدكتورة شيرين، الآن بينفع النصائح والتوجيه. إن شاء الله تنفع. إن شاء الله تنفع. مع النصائح، ولكن نرى تهاون. صحيح. قدمنا النصيحة وفي تداعيات وغيره وغيره وغيره، ولكن في تهاون في تساهل. وفي تساهل وفي تزيف في هذا المجهود. إحنا لازلنا مستمرين الأمانة في التوعية والتثقيف ودعم الرسائل الصحية، وكذلك اللي يسلج الصدر أن الجهات الحكومية اللي معانا مثلاً المسؤولين عن المساجد، المسؤولين عن المصليات، ملتزمين. بتلاقي أن دائما استكارات التباعد موجودة، بتلاقي المصفقات موجودة، الأئمة قاعدين يتابعون في المساجد. فلله الحمد يعني القطاع الصحي صح عليه دور، لكن الجهات الأخرى الداعمة لها دور أكبر في تعزيز الرسالة اللي إحنا قاعدين نبعثها للمجتمع. إذا أنا أقولهم تباعدوا مثل وراح المسجد مثلاً وما لقى المنطقات واضحة على المثل، بيصلي أي مكان، يمكن يكون حد متر حد متر حد مترين حد لاصق بالثاني، لكن ولله الحمد في تعاون حكومي شامل على مستوى القطاعات جميعاً ولله الحمد، سواء من قطاعات حكومية أو حتى خاصة، لاحظنا تجاوب والتزام. فلذلك يعني هذا يدعونا نحن نستمر في التوعية، نستمر في التذكير، نستمر في أن نذكر الأشخاص ترى أنت مو مسؤول عن نفسك، مسؤول عن نفسك والناس اللي حواليك، الله يوفقك، مسؤول عن صحتك وصحة المجتمع. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا دكتورة شيرين المزروعي، مدير إدارة تعزيز الصحة في مركز أبو ظبي للصحة العامة. كل عام وأنت بخير، رمضان كريم، الله يحفظك. وأنت بخير، الصحة والسلامة. حياك الله، مشكور، مع السلامة. مع السلامة.